معبد أبو سمبل، هذا هو المعبد لأبو سمبل الشهير. يعني هذا المعبد هذا كان في الحقيقة، مش هذا هو مكان، المكان الحقيقي ديالو هو كان في المكان اللي فيه حاليا بحيرة ناصر، لما عملوا السد العالي كانت الآثار هذه موجودة في مكان البحيرة الآن. قامت اليونسكو بمجهود جبار بقطع التماثيل العملاقة وتركيبها في نفس المكان اللي ممكن انه يكون فيه تعامد الشمس مرتين في السنة. يعني مجهود كبير 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 جدا. اللي تشوف هذا قدامك هو المعبد الرئيسي، معبد الأم، يعني الملوك الأربعة في حضرة السلطان، في حضرة الملك، وكانوا هما محفورين في جبل مثل هذا، لكن الجبل يعني لما راح خادوا التماثيل بالحجارة، قطعوها قطع حجارة كبيرة حتى 20 طن، وعملوا هناك، وبعدين عملوا رمال وراء الجبل حتى وراها حتى تصبح مثل الجبل. يعني وهذه بداية بحيرة ناصر اللي هي بحيرة اللي وراء السد العالي. احنا عملنا السد العالي تشوف، ولكن فيها حر، اللي بغى يجي هنا عندك يجي في الصيف الموت. دابا المهم مقبوله بحال الجو ديال مراكش وصافي، مراكش في الصيف. ملي كي دايره هاد البلاد هادي فوق، كي دايره فوق شهر 8. الله الله العظمه، الله الله الله، انا نقطع وغادي نمشي.